بسم الله، ممكن يكون معايا لوح اوتوكاد وعايز احولها لارشكاد، فمحتاج ان انا اعمل لها امبورت وبعد كده ابدا اشوف الحوائط اللي هي معموله في الاوتوكاد ابدا احولها لحوائط معموله في الارشكاد. فبلاقي عندي هنا امر في قلب الدوكمنت من تول بوكس اسمه دروينج، بختاره وابدا اشوف النقطه اللي انا هنزل فيها الحاجات. اقول لكم مثلا النقطه ديت بيقول لي عايز تدخل اي ملفات، دي الملفات المتاحه ليا، ممكن ادخل صور جي بي جي بي ام بي، ممكن ادخل ملفات طباعه بلوتر، ممكن ادخل بي دي اف، ممكن ادخل دي سي اف دي دبليو جي زي ما انا عايز. اقول له ماشي انا عايز دي دبليو جي اللي يخسر دروينج، بس هو حذف بعض الحروف. بيقول لي ايه هي الوحده اللي انت هتشتغل عليها، اقول له ماشي انا هشتغل على المليمتر. بيقول لي في بعض الحاجات ماشي اوكي. ادور الملف نزل معايا وتقدر تشتغل يا عادي، يعني تبدا مثلا تشوف مكان السلم فين وترسم زيه بالظبط، اما تيجي ديزاين تقول له وول وتبدا تشوف الحوايط، نبدا نختار مثلا الحاجات ديت تمام. اقول له مثلا هنا لهنا وادو شيفت عشان تيجي معاك بالظبط تمام. ولما تخلص في الارشكات دوس مرتين الحاجة كده تخلص معاك تمام كده. انا عملت له امبورت. طب لو انا عايز اغير الخصائص بتاعت الامبورت بتاعته بدوس هنا مرتين وابدا اشوف بقى ايه اللي انا محتاجه. يعني مثلا الدروينج هتبقى باي لاير ولا باي فيو اي دي، الاسم السورس فايل هل انت عايزه ريلاتيف ولا ابسوليت باس، ابديت تايب هل هو اوتوماتيك بيعدل نفسه ولا مانوال لما انت تدوس عليه وتقول له عدل هات لي اخر ابديت تمام. بس دي ابسط طريقة وتبدأ تعدل او ترسم بنفسك في الارشكيت.